هداف البطوله 8-7 طبعا بابي. يعني احنا في اخر يمكن 5 أو 6 نسخ استاذ الميس ما حدش عمل لمبابي بيعمله باستثناء رونالدو البرازيلي، وده طبعا انا بالنسبه لي اسطوره اللعبه. يعني ان انت تجيب، هو جاب الوحيد رونالدو اللي جابها كابتن تبرو تفتكر في مونديال 2002 8 أهداف. انت في السن ده ما كملش 23 سنه استاذ الميس، مشاركتين الاغلى والاكثر تهديفا، جايب 12 هدف، 4 على المونديال اللي فات و8 المونديال ده، ولعب الرقم اللي هو بتاع كلوزر 16 هدف اكيد حزنا كمان الاكثر حزنا ان هو النهارده كان زعلان قوي، برغم ان انا كنت شايفه انه فرنسا مش لازم تزعل لانه فعلا دي كاس العالم اللي فات، يعني فار يعني رجعوا فما كانش فيه الحزن الكبير. بس ده اكد برضو عقليته انه احنا مطمنين على الكوره في العشر سنين جايين قد ايه. هذا عصر مبابي بالظبط. بالظبط مفيش كلام. 7 أهداف لميسي، الافضل، تم اختياره الافضل في البطوله. جيرو لو كان فضل في الملعب اعتقد كان هيسجل النهارده، لكن جيرو طبعا خرج، كان قرار سريع جدا، كان متوتر النهارده مقاتل يعني، بس برضو خرج. هل خرج او متوتر؟ هو كان متوتر يعني، كان بقى عنيف في الالتحام، بس استعجل شويه كابتن دي شوف طبعا التغييرات بيها مبكره، وكان لا هو كان عايز يغير عثمان ديمبلي اكتر. عثمان ديمبلي هو اللي تسبب في ضربه الجزاء الاولى، الظهير الايمن ده، لا اللي هو الوينج رايت اللي هو عثمان ديمبلي. ومبابي هو اصغر لاعب في التاريخ يوصل الدبل فيجر 12 هدف، قبل ما يتم اصغر لاعب في التاريخ. و جوليان الفاريز طبعا، انا عارف ان انزو فرنانديز اللي خد افضل لاعب صاعد، بس انا كنت اتمنى ان الجائزه تروح لجوليان الفاريز، لانه رساله كمان يا استاذ لميس ومعانا الكباتن الكبار لاي لاعب صغير ما بدأش بيشارك اساسي سنة؟ عنده 21 او 22 سنه ما بدأش بيشارك، يعني لا خد نص ساعه في 30 دقيقه، دخل تدريجي، اول ما بدا يشاركوا اساسي سكالوني انفجر وسجل 4 أهداف. انا هدخل لعيب ثالث معاه اوناحي. طبعا عز الدين اوناحي بتاع المغرب لعيب كان ممكن يبقى من افضل لعيبه صعبه تقريبا. كابتن ده مواليد صغير، ده مواليد 2001. يعني امبابي بيلعب في باريس سان جيرمان، ميسي بيلعب باريس معاه باريس. جيرو بيلعب في اسي ميلان، وجوليان الفاريز مانشستر سيتي. مانشستر سيتي حضرتك حطيت ايدك على حاجه مهمه قوي، احتياطي هالاند لباروس، بس مانشستر سيتي ده دفع فيه 18 مليون بس وقت بس. ما قرر تعاقد معاه فدي طبعا صفقه عبقريه عشان صغير عشان صغير، وصمموا كابتن كانت الانديه داخله عشان تاخده، صمموا ياخدوه في يناير ويكمل مع فريقه في ريفر بليت ويرجع على اخر الموسم. وهالاند ده مدفوع فيه كتير، ده بيقعد لهالاند، وهالاند ده مدفوع فيه كتير في بعض الاوقات. والله لا لميس في بعض الاوقات هالاند دلوقتي بقى احتياطي، دي بقى في ماتشات بقى بيتقسم بينهم. سلام اللي بعده ميسي بقى، ميسي ومبابي. ميسي ومبابي انا شايفه ان دول نجوم المونديال، مفيش كلام. يعني طبعا ناس كتيره سابت علينا رونالدو، لكن هنعمل ايه. يلا ميسي طبعا، ميسي طبعا بطولته، البطل المتوج، بطل الشعب، اخيرا حقق حلمه، تاني الاهداف طبعا، اكتر حد تاني هداف البطوله ب7 أهداف بعد طبعا امبابي، صناعه الاهداف 3 أسيست، فرص محققه 6 مرات، نسبه المراوغه الناجحه طبعا نسبه 2.5 في المباراه الواحده، بنسبه نجاح 60%، نسبة تسديد على المرمى طبعا في كل مباراة 2.3، نسب كلها حتى لو مش اكتر لعيب تاكد لك بدنيا استاذ لميس بيجري، او زي ما كان كابتن فاروق بيقول فيه فروق بدنية وفنية، بلمسة واحدة قادر يغير ماتش، دي قيمة ميسي طبعا.